حضرتك الانفاق مع ال... انا عايزه بس اتكلم كمان على الانفاق يا باشمهندس عشان يعني المترو وتكرار الاعطال والصيانه لو حصلت. طبعا لا يعني حضرتك يعني احنا المترو بينقل 3 مليون راكب مصري في اليوم. مترو الانفاق بثلاث خطوط وسيادتك بيشغل تقريبا قرابه ال 1500 رحله يوميا. احنا من رحله واحده بتعطل لمده 5 دقائق القاهره كلها احنا بنحس بمدى الايام. في مجهود كبير مبذول حضرتك من الناس اللي موجودين في الصيانه دلوقتي، يعني معالي الوزير وجه دلوقتي مثلا ان انت عارفه سيادتك ان الخط مثلا الاول فيه 20 قطار مكيف. واحنا كنا نتمنى ان كل عدد القطارات بالظبط يا فندم، كل القطارات اللي فيه كنا نتمنى ان هي تبقى مكيفه باذن الله في المستقبل ان شاء الله. الاعطال سيادتك اللي موجوده في مترو الانفاق احنا بنتكلم بقول لمعاليك حضرتك احنا بنتكلم تقريبا قرابه ال 1400 رحله يوميا. احنا الحمد لله معدل الاعطال فيما يخص المترو الانفاق انا شايفين ان هي محدوده. طبعا احنا شايفين في تقصير او في خدمه احنا نتمنى نوصل لاحسن حاجه، وان شاء الله ده اللي احنا حريصين عليه وده باذن الله اللي احنا هنحققه ان شاء الله في رمضان ده. انا ليه بقول كده يا باشمهندس؟ لان دايما الاعطال لما بنسال عنها بتبقى مرتبطه بارتفاع درجات الحراره، يعني انه الدنيا حر فحصل العطل، فعشان كده واحنا متوقعين لسه حضرتك كنت سامع دكتور احمد عبد العال وعارفين يعني باينه انه الدنيا هتبقى يعني موجات شده الحراره، فعشان كده بسال على النقطه دي. لكن بشكل عام برضو مساله ان انا ايسر على الناس في المحطات، حضرتك بتقول بنتمنى يبقى كله في تكييف يعني، لكن منافذ التهويه المراوح يعني مع وزاره الصحه يكون في برضو غرفه عمليات ومتابعه احنا فرق طبيه كده يا فندم. احنا سيادتك يعني هو في برنامج اتعمل لشهر رمضان حضرتك فيما يخص اجهزه التكييف وفتحات التهويه في جميع مترو الانفاق. حضرتك برضو فيما يخص صيانه القطارات احنا برضو عملنا فرق للصيانه، الساده المسؤولين في المترو وسيادتك عملوا فرق للصيانه بمختلف المحطات بحيث لو في دعم فني ولا حاجه انطلب في اي محطه بنبقى نوصل بسرعه. المصاعد حضرتك برضو عملنا لها برنامج علشان نضمن ذوي الاحتياجات الخاصه ان هم يستخدموا سيادتك المصاعد. السلام المتحركه اتعمل لها برنامج برضو حضرتك بحيث ان احنا نضمن راحه المواطن في شهر رمضان ويبذل اقل مجهود ان شاء الله منه داخل محطات مترو الانفاق باذن الله. واحنا باذن الله حريصين ان احنا انا بس بقول لحضرتك انا برضو من بركب مترو الانفاق وبنشوف الناس حضرتك دلوقتي بقوا بيستنوا القطر المكيف، يعني حضرتك ممكن احنا الناس بتقف على القطر دلوقتي الخط الاول تستنى القطر المكيف، فبقى يبقى عليه ضغط كتير جدا. يعني انا بشوف بعض القطارات حضرتك وهي ماشيه يعني الباب السواق بيقعد مثلا بال5 دقايق في المحطه علشان مش هيعرف يمشي الا ما يقفل الابواب كلها، لان الناس هو طبعا كده احنا هنفعل خلاص الغرامات الجديده اللي هي موضوع من الركوب من غير تذكره غير العربيات المخصصه ليها اللي بيحصل حضرتك. تمام، يعني عشان الايقاع برضو من امبارح احنا مترو تمام خلينا نتفق سيادتك الغرامات من امبارح حضرتك اترفضت. لا ان شاء الله يا فندم باذن الله زي بقى زي ما حضرتك قلت يعني احنا عندنا 20 نقطه طبيه على مستوى الثلاث خطوط حضرتك علشان نضمن ان شاء الله لو اي واحد من كبار السن او من ذوي الاحتياجات او الحالات الطارئه في عندنا 12 نقطه في الخط الاول و6 نقاط في الخط الثاني وتقريبا 3 نقاط في الخط او نقطتين في الخط الثاني. يعني احنا بقول لحضرتك الحمد لله يعني احنا درجه الاستعداد ان شاء الله احنا مستعدين واحنا امرين باذن الله ان احنا باذن ان شاء الله ما يحصلش مشاكل باذن الله. شكرا جزيلا باشمهندس وجدي رضوان معاون وزير النقل لشؤون السكه الحديد والانفاق، شكرا على وجود حضرتك معانا.